150 عاماً على ضريبة المعارف. ضريبة المعارف من أقدم الضرائب في فلسطين منذ العهد العثماني حتى عهد السلطة الفلسطينية، أي منذ 150 عاماً. تدفع هذه الضريبة للبلديات للمساعدة في بناء المدارس وترميمها وتوفير بيئة تعليمية أفضل لأطفالنا، نحو عدالة ضريبية تخدم التعليم في فلسطين. هذه الومضة بالتعاون مع مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية المرصد.